أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً الانتهاكات الصارخة للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية وخروقاتها الكثيرة للمجال الجوي المالي. ومنذ أسابيع يلوح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكل القرار الصادر دليلا إضافيا على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في أغسطس 2020 وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الجهاديين.